بهدف توعية الأجيال للحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه، عقد اتحاد الرهبنيات في الأردن بالتعاون مع فريق مبادرة ينابيع الأمل دورة تدريبية لعدد من الراهبات والمعلمات بعنوان سفراء السلام للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر. وفي بداية اللقاء الذي رعاه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن، ألقت رئيسة الاتحاد الأخت سيسيل حجازين كلمة رحبت فيها بالحضور وقالت إن الاتجار بالبشر هو شكل من أشكال العبودية الحديثة، وها نحن في الأردن نعمل على تأسيس فريق يشكل سفراء سلام لتوعية شرائح المجتمع بروح التسامح والمحبة والثقة بالأهداف المرجوة. إن الاتجار بالبشر هو تجاهل وجرح مفتوح في قلب المجتمع المعاصر، وانطلاقا من تعاليم الكنيسة ورسائل قداسة البابا في ضرورة العمل وتشجيع كل المبادرات للحد من هذه الظاهرة، توجهت جهود قداسته لمساعدة الناجين أيضا ولتأسيس لجنة عدالة والسلام للحد من الاتجار بالبشر. وها نحن في الأردن نعمل على تحقيق رغبة قداسته لتأسيس فريق يشكل سفراء سلام انطلاقا من مدارسنا إلى شرائح المجتمع كله بروح من التسامح والمحبة والوعي والثقة بالأهداف المرجوة. طبعا هذه الورشة هي جزء من سلسلة من الورش اللي عم نقوم بتنفيذها فيما يتعلق بموضوع الحماية والوقاية من كافة أشكال الاتجار بالبشر. الورشة اليوم تحديدا هي استكمال لمشروع عم نعمل على فكرة إنشاء سفراء للسلام لمناهضة الاتجار بالبشر. سفراء السلام هم مجموعة من الطلبة المتميزين ذكور وإناث في عدة مدارس، وهدول الطلبة هم اللي بيقودوا العمل على نشر الوعي بأشكال الاتجار بالبشر وكيفية مواجهته والتشريعات الوطنية المرتبطة فيه من خلال أساليب متعددة هم بيبتكروها، ممكن من خلال السوشيال ميديا، من خلال الرسم، الدراما. واليوم كانت عبارة عن ورشة توجيهية فيما يتعلق بحقوق الإنسان ودور الكنيسة في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وأيضا الأمور التقنية في كيفية تنفيذ هذا المشروع. واشتمل البرنامج على إلقاء العديد من المحاضرات المتعلقة بحقوق الإنسان.